طبعا كلنا بنعرف انه الشباب الاردني بشكل حضور قوي على مساحه العمل التطوعي والمبادرات التثقيفيه الوطنيه والمجتمعيه، ومعنا اليوم محمد اقبال المجالي، ناشط شبابي مهتم ومشارك في العديد من الانشطه والفعاليات والمبادرات في هيئه شباب كلنا الاردن، وزاره الشباب وغيرها. اكيد بدنا نرحب بضيفنا الكريم، اهلا وسهلا فيك ونورتنا بيوم جديد. أهلا وسهلا فيك، وأنا بحب طبعا أول شيء يعطيكم ألف عافية على هذه المشاركة. بحب أصب عليك وعلى جميع المشاهدين وعلى كل من قال أنا أردني في بقاع العالم جميعا. أهلا وسهلا. ويعني لما نتحدث عن العمل التطوعي وبداية مسيرتك مع العمل التطوعي، من أي عمر بدأت وشو السبب اللي دفعك للمبادرات؟ طبعا عمليتي التطوعية، يعني مشاركتي في الأعمال التطوعية كانت منذ الصغر، هي عبارة عن طموح، وبنفس الوقت كانت هنالك بعض الآمال الموجودة بأنك أنت بتقدر أنك تنجز، بتقدر أنك تعمل، بتقدر أنك تساعد ولو بصمة صغيرة فقط. يمكن هي تكون عبارة عن بصمة صغيرة ولكن تحدث أثر فارق كنفسك، وبنفس الوقت أنت بتساعدك يعني في بناء المجتمع بشكل كامل. بدايتي كانت في العملية التطوعية. طبعا أهلي ما قصروا معي منذ الصغر، كانوا يساعدوني، كانوا يشجعوني، شارك في الإذاعة المدرسية، شارك في الكشافة، شوف المؤتمرات، شوف الكذا، بنفس الوقت أنه روح اعمل سوي واصل. نعم إحنا معك. لما دخلت الجامعة طلعت على عملية تطوعية بشكل آخر، بشكل منظور آخر، خصوصا أني حاصل على شهادة القانون يعني في جامعة حسين بن طلال. حاولت أني أعمل مشاركة ما بين العمليات التطوعية وما بين العمليات السياسية، بحيث أنك تكون فعال أنت كشاب بنفس الوقت في العمليات التطوعية وبنفس الوقت صانع، بنقدر نقول صانع في العمليات السياسية أو صانع قرار. حلو حلو. وهذا الشغف كيف تطور وتحول لعمل مؤسسي تطوعي، ويعني بطل بس مجرد أنك أنت بتحب تشارك بالأعمال التطوعية؟ طبعا 100% العمليات التطوعية هي جزء لا يتجزأ من المجتمع، وبنفس الوقت هي تعتبر من القيم الأساسية اللي الشاب بيكون قادر على أنه الحس بالمسؤولية وبنفس الوقت انتماء لوطنه. الانتماء للوطن بالعملية التطوعية بشكل عام هو اللي بعزز الانتماء للوطن، بحيث أنك أنت تكون مساعد في منطقتك الجغرافية كمنطقة صغيرة، أنك نقول كلواء أو كحي أو كذا، وبنفس الوقت بتطور معك الموضوع بحيث أنه يكون على مستوى الوطن بشكل كامل. القضايا المجتمعية بعد ما تعرف أنه المشاكل اللي بتحلها في العملية التطوعية بالقضايا المجتمعية وبتتعرف على القضايا المجتمعية الموجودة، هذا الأمر هو بعطيك حافز بأنك أنت تشارك في العملية السياسية بحيث أنه يكون في عندك أثر بحيث أنك تعدل هذه المشكلة الموجودة. حلو. وخصوصاً بما يتعلق بمرحلة الانتخابات البرلمانية، أنت كنت مهتم في الموضوع بشكل كثير كبير، وكان جزء من إيمانك كشاب بمنظومة العمل السياسي للشباب في الأردن، خصوصا في الأحزاب كمان. كيف دمجت كما ذكرت من خلال دراستك وعملك التطوعي الأثر على هذا الموضوع في المبادرات التعلق في الانتخابات البرلمانية، أو حتى رفع الوعي عند الشباب فيما يتعلق بالعمل السياسي؟ طبعا بخصوص العمل السياسي أنا بقدر أحكي لكم إياها، هي بموضوع كانت عبارة عن نقدر نحكي ميولات الشخص، بتقدر تكتشف ميوله من أول ما يبلغ، من أول ما يطلع لمرحلة الحياة نقدر نحكي. أنا كانت ميولي السياسية ظاهرة بشكل مش مباشرة، نسبة أن الموقع الجغرافي الآن المنطقة اللي كنت ساكن فيها منطقة الكرك، الناس بيهتموا في الأمور السياسية بالقضايا، انتمائهم لوطنهم، حسهم العالي دائما بالمساعدة بالإعطاء، هذا الأمر كان بيعطيني حافز وبيعطيني أمال أنه أنا تابع لهذه المنطقة، فبنفس الوقت أنا لازم أكون مثلا الأبرز، زي نحكي نقدر نقول حافز لنفسك أنك تعطي مجال لنفسك أن تكون الأبرز في هذه المنطقة لإعطاء دائما أفضل ما يديك يعني في المواضيع هاي. دمجي العملية التطوعية والعملية السياسية هي زي ما حكيت لك سابقا، هي معرفة القضايا اللي بتواجه الشعب أو بتواجه المناطق الجغرافية الموجودة وقدرتك على حلها، أنه أنت ولو جزء بسيط بتقدر تساعد بتقدر تعمل، هذا الإشي بيعطيك حافز أنت كشباب. يعني توجهات جلالة الملك الله يطول بعمره والتمكين الشبابي، وخصوصا في قانون الأحزاب الجديد بأنه مشاركة الشباب بما لا يقل طبعا لا أقل من 35 سنة في العملية الانتخابية في كذا، هذا أصبح حافز
لدى طبعا. الشباب بالمشاركة في العمليات الانتخابية، بالمشاركة في هذه المواضيع، وهذا الموضوع أدى إلى مشاركة الشباب في هذه حلو المواضيع. وعززت هاي النقطة تحديدا بإطلاقك برنامج أشارك، وقديه ممكن يأثر على شبابنا ويتشجعوا أنهم يشاركوا بالعملية الانتخابية. عرفنا نعم. عن هذا البرنامج أكثر. نعم، برنامج أنا أشارك هو برنامج طبعا يعني نقدر نقول هو تابع الآن للهيئة المستقلة للانتخاب، كان من ضمنهم وأنا مؤسس ولي عهد. طبعا برنامج أنا أشارك يعني هي عبارة عن برنامج كان في الجامعات ومنطلق في الجامعات، حديثهم طبعا كان كله عن عملية انتخابية، عن الأسس الموجودة، آلية عمل البرلمان، قانون الأحزاب الجديد، ناقشوه بشكل جميل جدا بحيث أنه بشجع الشباب الموجودين في الجامعة للمشاركة بهذا البرنامج، وبنفس الوقت بحكي له أنه أنت الآن في عندك تحديث سياسي موجود، قانون الأحزاب وقانون الانتخاب الجديد بدعم الشباب، فبحفز الشباب من جوا أنه أنا بدي أشارك، أنه أنا بدي أعمل، أنه أنا مكانتي فقط مو بس أني أصوت، مش بس أني أختار الشخص المناسب، لا، مكانتي أنه أنا أكون من ضمن صناع القرار، بعطيه حافز بشكل غير يعني غير مباشر. وبنفس الوقت برنامج أن أشارك كان يعمل على محاكاة للعملية الانتخابية من خلال قانون الانتخاب وقانون الأحزاب، وهذا الموضوع بعلمك أنه إحنا الآن حرفيا في تحديث سياسي واقعي موجود بشجعك أنه أنت تكون يعني في الصدارة في هذا الموضوع. وفيما يتعلق يعني هو كله يندرج تحت العمل التطوعي، وخلينا نحكي شوي عن طلاب الجامعات، خلينا نحكي عن الشباب اللي بعمرك، كيف عم بشوف إقبالهم على العمل التطوعي، قدرت تتأثر بشباب أيضا بأنهم ينضموا للعمل التطوعي؟ طبعا بدايتي في جامعة الحسين بن طلال، نقدر نحكي عن موضوع الجامعات، موضوع المدارس، أنا كنت طبعا من ضمن الأعضاء البرلمان في لواء ماركا وأنا بعمر صغير جدا، قدرت أني نطلع يعني أكثر من مبادرة موجودة، برنامج بالعفن اكتشاف المواهب في اللي هو طلعنا في هذا الموضوع، بحيث أنه كمان زارنا وزير التربية والتعليم في هذيك اللحظة وإحنا كنا شباب صغار، وأنه كيف تطلع ببرنامج جدا موجود وبرنامج يعني اكتشاف المواهب وكذا، وعلى مدار طبعا اللي هو التربية والتعليم الموجودة. طبعا بالنسبة للجامعات، أنا أول مشاركتي في الجامعات طلعنا برنامج اللي هو مشروع جديد كان عمل تطوعي، ولو هي كانت بسيطة ولكن هي بتحدث أثر فارق بين الناس وبتشجع الناس على المشاركة، اللي هو الرشاد الجامعي، السنافر بالمصطلح العامي، بيكونوا داخلين على الجامعة 100%. فهذا البرنامج وهذا المشروع خفف عبء عن الجامعة بشكل كبير، وبنفس الوقت شجع الطلاب بأنه أنا بدي أكون في الإرشاد، أنا بدي أساعد، أنا بدي أعطي. وبنفس الوقت الشباب الموجودين في الجامعة لما يجي يشوفوك أنه أنت دائما في الوجهة، دائما طالع، دائما عندك شغلة، بيحكي أنه أنا لازم أكون مثله، لازم أطلع، لازم أحسن، لازم أبدع، لأنه بيني وبينك يعني في منافس طبعا بين الشباب بشكل مو طبيعي. أكثر من مرة عملني عملية تطوعية مع هيئة الشباب كنا الأردن في مدينة معان، أنا يعني بدايتي كانت في مدينة معان لأنه يعني هي المحور الجامعي اللي كانت موجودة، اللي هو يعني إفطار الأطفال في رمضان، وبنفس الوقت يعني في اكثر من عملية تطوعية كانت تبصم يعني تبصم ابتسامة على وجه الناس. نشاطات حلوة كتير. احكي لنا شو اكسبك مشاركتك بالعديد من الندوات والمحاضرات، انت كمحمد شو اللي تغير فيك، وخاصة حسيت الاثر على الحياة السياسية والمشاركة في الحياة البرلمانية بشكل عام؟ معرفة واقع الحال، لما تعرف انت واقع الحال كشاب، طبعا في عندنا شباب الطموح، يعني هذا لابد انه يكون عنده الشباب نسبه الطموح، طموحك طبعا لازم يكون محدود، مش انك يعني تطمح بشكل غير واقعي او غير كذا. مشاركه في الندوات والمؤتمرات كانت بتطلعك على مواضيع واقعيه، وبنفس الوقت انت بتكون عندك حافز انك انت يعني تغير على مستوى المنطقه الجغرافيه اللي انت فيها او المنطقه المحدوده اللي انت حاطينك فيها بالمواضيع المطروحه. زادتني خبره في المواضيع هاي، شاركت طبعا في العديد من البرامج اللي كانت بتقدر نحكي بتبين انه الشباب حرفيا صانع في القرار. برنامج شباب تحت القبه اللي شاركنا فيه من قبل المعهد الديمقراطي الوطني كان برنامج جدا جميل،
مشاركتنا في تحت القبة وأنه أنت تتقمص شخصية نائب لفترة معينة. كان جدا حافز نفسي طبعا إليك، وبنفس الوقت أنت خلص يعني أيقنت بحيث أنه الناس يعني صاروا بس يمروا الطريق ساعات النائب ساعات النائب. حطوك خلص في مكانك. حطوني في مكان يعني. فهذا الموضوع جدا، ولما تشوف انت الشباب الموجوده طبعا هذا يعني اختلاف الافكار من شمال الاردن لجنوب الاردن، من غربها لشرقها، من مختلف اطياف المجتمع، في عندك افكار ناضجه سياسيا بتفكر بطريقه سياسيه محنكه، ولكن الا ما تختلف وجهه نظر من شاب لشاب. طبعا هذه البرامج وهذه الامور خلتنا نتعلم انه مهما اختلفنا وجهه النظر هدفنا واضح، وهو هدفنا هو القيام بانشاء مستقبل باهر للوطن، وانه احنا نكون يعني نقدر نقول البنية الأساسية لبناء المستقبل فعلا. بشكل جميل احنا فخورين فيك كثير محمد، وسعيدين جدا بوجودك معنا في يوم جديد. بنعرف دائما أثر الشباب خصوصا بين بعض، لأنه اليوم نتقبل النصيحة من بعض لأنه بنفس الخبرة. أحيانا الشاب إذا إجا نصيحة أو إجته نصيحة من شخص كبير بيقول لك جاي يعلم علي، ولكن بالنهاية المهم أنه الواحد يستفيد ويكون قادر أنه يكون فعال في مجتمعه بطريقة إيجابية. شكرا على وجودك معنا في يوم جديد وفي هذا اللقاء. شكرا لك ويعطيك الف عافيه. طبعا بالمناسبه انا الان راح ابلش دوامي في مجلس النواب في مشروع الزماله البرلمانيه، احدى مشاريع صندوق الملك عبد الله. بحب اصبح طبعا على شباب الزماله، وبنفس الوقت بحب اصبح على الاستاذ القدير العزيز الداعم لنا الاول في برنامج الزماله البرلمانيه وبشكل عام اللي هو الاستاذ خالد المناصير. شكرا لكم، يعطيكم الف عافيه. شكرا لك. شكرا جزيلا. شكرا محمد. يا اهلا وسهلا.